الصباح الباكر، إعداد الجمال في قطر للتمرينات اليومية. فهذا البلد الصغير في شمال شرق الجزيرة العربية حريص على تقاليده. هؤلاء الرجال ليسوا قطريين، بل هم من عمان أو السعودية. فحتى قبل جيلين كان القطريون أنفسهم بدواً رحلاً، أما الآن فقطر بلد غني ولا أحد يرغب بمزاولة مهنة منخفضة الأجر كهذه. في عقد التسعينيات أصبحت قطر واحدة من أغنى بلدان العالم بفضل النفط والغاز، وخلال 30 عاماً فقط تطورت بوتيرة سريعة لا مثيل لها في العالم. خلال وقت قصير تحولت البلاد من صحراء إلى عمران عصري وبراق. في هذه الأسابيع تستضيف قطر أكبر وأهم حدث رياضي في العالم، كأس العالم لكرة القدم للرجال، حدث غير عادي بأرقام دخل قياسية للقنوات التلفزيونية الناقلة وللفيفا. سيشاهد المباراة النهائية نحو 1 مليار إنسان، أي نحو ثمن عدد سكان العالم. الكورنيش هو الواجهة المائية في العاصمة الدوحة. حين وصلت المدينة في بداية أكتوبر كان العد التنازلي لانطلاق المونديال قد بدأ، فيما قاربت الحرارة 40 درجة مئوية. يصعب علي تحمل درجة الحرارة والرطوبة العالية، أما بالنسبة للعمال الذين يعملون في المنشآت الرياضية فإن هذا الطقس أفضل مقارنة بالصيف، حيث تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة. فالحوادث والأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة مثل انهيار الدورة الدموية أو حدوث الجلطات أو فشل الأعضاء ثم الموت ليست نادرة في ظل ظروف عمل كهذه. لذا اتخذت قطر القرار وإن كان متأخراً بمنع العمل في الهواء الطلق أثناء ارتفاع درجات الحرارة الشديدة صيفاً. الطقس جيد حالياً، وفي الصيف صعب جداً. وهل تعمل في الصيف هنا أيضاً؟ نعم. ومع ارتفاع الحرارة؟ نعم، لكن يجري تقسيم العمل في الصيف إلى قسمين، إلى نهاري وليلي. لدينا استراحة من منتصف النهار حتى 3 عصراً، لا أحد يعمل خلالها. تغير الطقس هنا الآن، لذا غير المدراء مواعيد عملنا هنا اعتباراً من شهر سبتمبر. اعتماداً على ارتفاع درجات الحرارة يجري تقسيم موعد عملنا اليوم اعتباراً من شهر يونيو ولمدة 3 أشهر ونصف. بعدها يتم تقييم الوضع حسب درجة الحرارة، ثم يجري تغيير مواعيد العمل. ينحدر العمال الأجانب من بلدان فقيرة كالهند وباكستان وبنغلاديش. نسبة الأجانب حوالي 90% من سكان قطر، وهذا رقم قياسي عالمي. والأجر اليومي في قطاع البناء 28 يورو تقريباً. هل تحصلون من الشركة على طعام وأماكن مبيت؟ نعم. هل تتقاسم الغرفة مع آخرين؟ نعم. كم عددكم في الغرفة؟ من 6 إلى 8. كم يبلغ سعر الغرفة؟ الشركة توفرها. الشركة تدفع؟ نعم. إجراءات الوقاية الجديدة تشمل حظر العمل خلال الصيف من الساعة 10 وحتى الساعة 3:30 عصراً. منذ منح قطر حق تنظيم بطولة كأس العالم المثير للجدل، تم بناء 7 ملاعب جديدة، أكبرها وأحدثها هو ملعب لوسيل. استغرق إنجازه 5 أعوام ونصف ويتسع ل80,000 متفرج وكلف 700 مليون يورو تقريباً. دعت اللجنة المنظمة شباب الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي للتكلف بالمشجعين ليكونوا حلقة وصل بين أبناء وطنهم في قطر وبين المشجعين الزائرين. تم إطلاق برنامج المتطوعين هذا للاهتمام بالمشجعين قبل 2 عامين من خلال تنظيم ورشة عمل لتعامل أمثل مع المشجعين والتحدث إلى وسائل الإعلام وتعلم الأشياء التي سينقلونها من قطر إلى العالم.
ادخر صديق لي أموالا على مدى أعوام لشراء سيارة، لكنه أنفقها الآن لشراء تذكرة طيران إلى قطر. يحظى ملعب 974 باهتمام خاص، وقد أنشئ من حاويات معادة التدوير كرمز للاستدامة والابتكار. ستخوض 6 مجموعات مبارياتها فيه، إضافة لدور 16. طريقة بناء الملعب مستوحاة من طريقة تركيب لعبة ليجو، أتاحت سرعة في الإنجاز وقللت من النفقات. وبعد انتهاء بطولة كأس العالم مباشرة سيتم تفكيك الملعب واستخدام الموقع لأغراض أخرى، لكن هناك من يشكك في أن الاستدامة لا علاقة لها ببناء ملعب لخوض 7 مباريات ثم إزالته بعد ذلك. ضوضاء المكيفات مرتفع يسمع في كل مكان، فمع درجات الحرارة البالغة 40 مئوية تقريبا يحتاج العشب لعناية خاصة، مراوح عملاقة لزيادة نموه. وعلى عكس باقي الملاعب، لا يضم هذا الملعب أنظمة تكييف خارجية لتبريدها طيلة العام. محمد العطوان مدير هذا المشروع يسهل تمييز أنه قطري بسبب زيه التقليدي المشابه لما يرتديه جميع الرجال القطريين. استخدمنا في هذا الملعب 974 حاوية، كما أنه رقم البدالة الدولي لقطر أيضا. إنه رمز لترحيب قطر بكل القادمين إليها في أول بطولة كأس العالم تقام في الشرق الأوسط والعالم العربي. ما مصير الحاويات بعد البطولة؟ اتبعنا مرونة في التصميم ستتيح لنا إعادة تدوير معظم المكونات. يمكن استخدامها لإنشاء ملعب مشابه في مكان آخر سواء في قطر أو خارجها، كما يمكننا أيضا إنشاء ملعبي كرة قدم منها في مكانين مختلفين بسعة 20,000 متفرج لكل منهما. نحن في طريقنا إلى ملعب آخر للبطولة، ملعب الجنوب، والذي صممته المعمارية العراقية البريطانية زها حديد. استغرق العمل فيه 5 أعوام وبلغت كلفته 600 مليون يورو. بينما كنا نصور العمال على السطح المتوهج، وصل رجل أمن غاضب لا يسمح لنا بالتصوير في المناطق العامة، وهذه هي 3 مرة تتم فيها إعاقة عملنا الصحفي. اختبر الصحفي الألماني والخبير بالشؤون القطرية فلوريان باور ما الذي يعنيه رفض جهاز المخابرات القطري لنقل الصحفيين الغربيين ما يعتبرونه جديراً بالتغطية الصحفية، إذ سبق أن تعرض للاعتقال أثناء تصويره للظروف المعيشية للعمال الأجانب. وصلت الشرطة وقوة من الجيش ثم جهاز المخابرات القطري. أخضعتنا هذه الجهات ل14 ساعة من الاستجواب. في الساعة 4 صباحا أمر المدعي العام بإطلاق سراحنا، وعندما سألناهم إن كان من المسموح لنا الآن بمغادرة البلد قال لنا لا. المدعي العام قال إنه ليس لديه ما يضيفه، فالأمر صادر من جهاز المخابرات. أنهيت للتو جولة في البلاد، ما هو تقييمك؟ يمكن القول إن هناك قدرا كبيرا من التحفظ في الصفوف القطريين، يحاولون دائما التزام الحذر والتأثير على تقاريرنا. زرنا اليوم المدينة الصناعية مجددا، فلاحظنا أن هناك سيارة تلاحقنا. كانت سيارة دفع رباعي بيضاء، وكان يقودها مواطن قطري. كانت تلك رقابة مخابراتية، وهذا واضح لنا تماما. شيء كهذا يؤثر سلبا على سمعة البلد، وذلك في وقت ينبغي عليه فيه أن يكون أكثر انفتاحا وأن يقول حاولنا إحداث تغييرات ونجحنا في بعض الأشياء ولم ننجح في أخرى. التغيير الكبير صعب للغاية. يجب أن أقول إني لم أرى بلدا قط أحدث مثل هذه التغييرات خلال 12 عاما فقط. أعتقد أن القطريين سيكونون في وضع جيد إذا جعلوا تلك التغييرات المتحققة في بؤرة التقارير التي تتناول بلدهم. Öffentlichkeitswirksamen Berichterstattung.
أمير قطر تميم بن حمد الثاني ووالده الأمير السابق حمد بن خليفة الثاني حولا البلد الصحراوي القاحل والصغير إلى بلد حديث بفضل عائدات النفط والغاز، ليس اقتصادياً فقط، فتأسيس قناة الجزيرة واستلهامها لأسلوب بي بي سي في عملها يعد حتى اليوم ثورة في العالم العربي، فهي لا تكتفي في نشراتها بتصريحات ممثلي الحكومة بل تتيح الفرصة لعرض آراء أخرى، وهذا أسلوب عمل إعلامي لا تعرفه أنظمة الحكم الفردي في شبه الجزيرة العربية. كما أن إنشاء جامعة جورج تاون الأمريكية الشهيرة جزءاً من خطة التحديث. البلجيكي جيرت نونيمان هو أستاذ العلاقات الدولية ودراسات البلدان الخليجية في فرع الجامعة، ويرى أنه رغم أن فكرة إقامة بطولة كأس العالم في الصحراء قد تبدو سخيفة إلا أن لها ما يبررها تماماً بالنسبة للقطريين. الفكرة الأساسية هي التعريف بقطر وإقناع العالم بأن البلد أكثر من مجرد جمال ورمال ونفط، لكن الهدف أيضاً هو جعل المونديال جزءاً من استراتيجية تطوير البلد. هذا يعني أن قطر تسعى إلى تحقيق هدفين، وهما تعريف أكثر بقطر وتحقيق تنمية اقتصادية على المدى البعيد. تمكن رؤية التقدم في جميع أنحاء قطر، ففي الصحراء القاحلة التي كانت موجودة هنا في الثمانينيات ارتفعت ناطحات سحاب وأبراج وفنادق فاخرة، تقدم عمراني مستقبلي خلال 30 عاماً الماضية، وبموازاة ذلك ظهرت تغييرات مجتمعية لا تلقى ترحيب جميع القطريين. بعض أقسام المجتمع تعتقد أن التغير يمضي بوتيرة أسرع من اللازم، لكن العائلة الحاكمة أوضحت أنها ترغب في التحديث لكن دون التخلي عن الهوية. من جانب آخر نفذت خطط التحديث مع بذل جهود الحصول على إجماع مجتمعي حولها. قد تكون بعض الفئات متذمرة، لكن قطر تفهم كيف ترضيها بخدمات حكومية لا مثيل لها، فالمواطنون القطريون يحصلون على مزايا ورواتب سخية وتعليم ورعاية صحية ممتازة مجاناً ولا يدفعون ضرائب. ألتقي ماريا مجدداً وهي من الأرجنتين ومكلفة بالمشجعين، تقيم في الدوحة منذ 8 أعوام، تعمل في شركة تقدم الدعم لشركات أمريكا اللاتينية المستثمرة في قطر. الأرجنتينيون في بلدهم وفي قطر وغيرها ينتظرون انطلاق بطولة كأس العالم. عدد الأرجنتينيين في قطر يبلغ نحو 700، نتوقع حضور 70,000 خلال فترة البطولة، وهذا رائع. ما النصائح التي ستوجهينها للأرجنتينيين؟ عليهم الاستفسار للحصول على المعلومات. من اللطيف أن يتعرف المرء على ثقافة البلد وهي مختلفة عن ثقافتنا بالطبع. يوجد نوع من قواعد اللباس الملائم هنا، تجب تغطية الكتفين والركبتين، لكن هذا لا ينسحب على كل مكان. فهنا على الكورنيش تمكن مشاهدة رجال ونساء وهم يرتدون سراويل قصيرة أو قمصانا تكشف الكتفين. كما سأخبرهم أنه من غير الممكن شراء الكحول من السوبر ماركت، لكن بإمكانهم شراء بيرة أو شراب كحولي من بعض الحانات وأخذه معهم ثم تناوله في مناطق مخصصة للمشجعين. هل سيواجه العشاق غير المتزوجين مشاكل؟ لا، فلا أحد في قطر سيسألهم عن وثائق الزواج. أنا متزوجة، لكن عندما أرغب بحجز غرفة في فندق يمكنني فعل ذلك. لا أسأل عن عقد الزواج كما أعتقد أنهم لن يسألوا عنه أثناء إقامة بطولة كأس العالم. ربما لن تطرح السلطات القطرية سؤالاً كهذا على المشجعين، لكن النساء القطريات لا يستطعن الدخول في علاقة عاطفية دون زواج، وإذا حصل حمل خارج الزواج فلن تواجه المرأة بالنبذ الاجتماعي وحسب، بل بعقوبة السجن أيضاً مع الحرمان من الرعاية الصحية. إذا أرادت امرأة ما إجراء اختبار حمل فيجب أن تكون متزوجة. إذا ولدت امرأة طفلاً خارج إطار الزواج
فستواجه مشكلة هنا. هذه الأشياء مصدرها مجتمع ما تزال قطاعات عريضة فيه محافظة جدا في مسائل مثل الأخلاق والعلاقات الجنسية، وهذا لا يشمل النساء القطريات فقط بل أي امرأة أخرى. هنا توجد قصص هنا تتناول حمل بعض العاملات في الخدمة المنزلية عبر علاقات عاطفية أو بطرق أخرى، ولقد سبب ذلك لهن مشاكل كثيرة. لا يتعرضن لسوء المعاملة، لكن يلقى القبض عليهن ويودعن في السجون. النساء مواطنات من الدرجة الثانية في قطر، يخضعن لوصاية الرجال ولا يستطعن التحكم بحياتهن. فإذا أردن العمل أو الدراسة أو السفر، عليهن الحصول على موافقة الأب أو الزوج أو الأخ. هناك بعض القيود الرسمية على النساء، مثل الحصول على موافقة ولي الأمر الرجل عند السفر تحت سن معينة. إذا أرادت امرأة قطرية الزواج برجل ليس قطرياً وولدت منه أطفالاً، فلن يعاملوا معاملة القطريين ولن يحصلوا على الجنسية القطرية. أما أطفال الرجل القطري المتزوج من أجنبية فيحصلون على الجنسية القطرية. هذه الأشياء تدور حولها نقاشات حامية تخوضها نساء قطريات شابات وأخريات. تتم مناقشة هذه المواضيع في حرم المدينة التعليمية أيضاً. خط ترام يربط الجامعات الأمريكية والفرنسية والبريطانية المرموقة. 70% من الطلبة الجامعيين في قطر من النساء، على عكس إخوانهن غالباً لا يسمح لهن بالدراسة في الخارج. الخضوع لسلطة الرجل يقابل بعدم تفهم متزايد، كما أن الرجال القطريين لا زال بإمكانهم الزواج من 4 نساء في ذات الوقت. فالأمير السابق للبلاد مثلاً متزوج من 3 نساء ولديه 27 طفلاً، ورغم أن ذلك موضوع نقاش مهم لم ترغب أي طالبة قطرية الظهور أمام الكاميرا والحديث عنه. متحف قطر الوطني مبهر بهندسته المعمارية الفريدة، يأخذ الزائرين في رحلة عبر تاريخ الدولة الصحراوية الصغيرة المطلة على الخليج. حتى الثلاثينيات من القرن الماضي كانت تجارة اللؤلؤ أهم مصدر للدخل في قطر. ملكة بريطانيا كانت ترتدي عقداً مرصعاً باللؤلؤ من قطر. وبعد أفول عصر تجارة اللؤلؤ حلت سنوات الجوع، كما يطلق القطريون على تلك الحقبة من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، استمرت إلى أن بدأ استخراج النفط في عقد الخمسينيات. في عقد السبعينيات اكتشف أمام ساحل قطر أكبر حقل غاز في العالم، ومنذ منتصف السبعينيات بدأ بيع الغاز المسال على نطاق واسع في أنحاء العالم. أتاحت عائدات الغاز السائل لقطر اندفاعاً فريداً من نوعه نحو تحديث البلد تحت قيادة الأمير السابق. وفازت قطر بحق تنظيم بطولة كأس العالم في عام 2010. ابنه الأمير الحالي تميم بن حمد الثاني واصل تلك السياسة في توطيد وضع الإمارة الصغيرة على المسرح الدولي، وواجه ضغوطات عندما أعلنت بعض البلدان الخليجية المنافسة فرض حصار على قطر. لا نقبل تدخلا في شؤوننا الداخلية، سيادة بلدنا خط أحمر. لضمان سيادتها الوطنية تعتمد قطر على شبكات علاقاتها الدولية والدبلوماسية. فندق شيراتون يعد مقراً لإجراء المحادثات الحساسة التي تتجاوز حدود المنطقة، من الولايات المتحدة وحتى تنظيم طالبان، جعلت قطر سياستها الخارجية واسعة ومتنوعة. الاستراتيجية هي أولاً وقبل كل شيء برغماتية خالصة ولا تكمن خلفها عناصر إيديولوجية. كان ذلك قراراً جرى اتخاذه في بداية التسعينيات، عندما كان الأمير السابق حمد يرغب في ضمان أمن قطر وخلق دور مهم لها. الضامن الأساسي لأمن قطر هو الولايات المتحدة طبعاً، والتي منحتها قطر قاعدة العديد الجوية. أصبحت قطر بعدها مفيدة جدا للولايات المتحدة بعدما أرادت بدء محادثات مع إيران، كما أصبحت قطر مقر عقد مفاوضات مع تنظيم طالبان أيضا. قطر قالت حسنا، يمكن لتنظيم طالبان افتتاح مكتب لدينا ويمكنكم اللقاء بهم فيه.
and you guys could meet each other. يتوافد الرجال على المسجد الكبير لأداء صلاة الجمعة. الأمير نفسه يصلي هنا ولديه ممر تحت الأرض بمدخل خاص به. أغلب القطريين ينتمون للمذهب الوهابي، فمن خلال التبرعات السخية تقدم الجمعية الخاصة والمنظمات الحكومية أيضاً دعماً للأسلمة في بلدان أخرى من العالم وحتى في أوروبا. أدى ذلك إلى ظهور توترات هائلة، وهي توترات يبدو أن قطر تعاملت معها بصرامة. بعض تلك الأموال لم يصل إلى المساجد أو حتى إلى الدعاة المشكوك فيهم، بل إلى جهاديين حول العالم في المقام الأول. أدركت الحكومة القطرية أن هذا ليس ما تهدف إليه، وتعاملت مع تلك المسألة بصرامة بالغة، وذلك عبر سن قوانين جديدة وضوابط مشددة، لدرجة أن كل حملة تبرعات مهما كان الهدف منها يجب أن تنال موافقة الحكومة أولاً. نستمر بجولتنا القطرية والآن مع رحلة بالمترو الجديد. كغيره من المشاريع، جرى إنشاء المترو أثناء الاستعدادات لبطولة كأس العالم. مترو بنظام تكييف جيد، وهذا ضروري في بلد تتجاوز فيه درجات الحرارة 50 مئوية. وبسبب ارتفاع درجات الحرارة وأسعار الوقود الرخيصة، يتنقل القطريون بسياراتهم الخاصة، فوسائل النقل العام قليلة هنا. بعكس البلدان الأخرى، فإن المترو يعد وسيلة نقل جديدة تماماً في منطقة الخليج. نهدف إلى دمج المترو بالحياة اليومية لسكان قطر، أي القطريين وجميع المقيمين فيها. هذا تحدي كبير، لكنني أعتقد أننا نجحنا. لدينا خطط لتشجيع جميع الفئات لاستخدام المترو. وكالعادة نرى هنا مكلفاً آخر بالمشجعين. ليس من السهولة التمييز إن كانت مهمته الدعم أو المراقبة. في غضون ذلك أوقفتنا الشرطة 3 مرات، وأجري مسح ضوئي لجوازات سفرنا وقورنت بقاعدة بياناتهم. تنظر السلطات بتشكك للصحفيين إلى حد ما مثلنا، مثل كل من يدخل إلى قطر. تعين علينا في المطار إنزال تطبيق فحص كورونا الرقمي على هواتفنا، لكن التطبيق يتيح لهم إمكانية تعقبنا والتجسس على هواتفنا الذكية. الأعمال مستمرة في جميع أنحاء الدوحة. قطر مدينة للعمال المهاجرين. رغم ذلك لطالما دفعت لهم أجوراً ضئيلة وأساءت معاملتهم، وبسبب الضغوطات الدولية جرى إحراز بعض التقدم في الأعوام الأخيرة. هنا يقع مكتب منظمة العمل الدولية. لقد تحقق ما لم يكن في الحسبان، إذ سمحت قطر للمنظمة بدخول البلاد. يقول مديرها إن ما يقال عن مصرع أكثر من 6000 عامل مهاجر في مواقع بناء المنشآت الرياضية ليس دقيقاً. في السنوات العشر الأخيرة توفي في قطر 6500 شخص ينحدرون من جنوب آسيا، لكن لا يعرف إن كانوا من العاملين فقط أو أن الوفاة بسبب ظروف العمل. قمنا بإجراء مسح خاص بنا باستخدام بيانات من المستشفيات للحصول على رقم أكثر دقة، وظهر وجود 50 حالة وفاة في عام 2020 بسبب ظروف العمل، و506 حالات إصابة خطيرة، و 37,000 حالة إصابة طفيفة أو متوسطة. تحسنت معايير الأمن والسلامة، وتم تمديد حظر العمل خلال ساعات ذروة درجات الحرارة، وتم اعتماد حد أدنى للأجور. كما ألغي نظام الكفالة السيء السمعة. التحسينات مهمة، ويتعين الآن تنفيذها في جميع المجالات. سوء ظروف العمل لا يؤدي للإضرار بسمعة قطر وحسب، بل يؤثر سلباً أيضاً على استمرار التنمية الاقتصادية. لا نستطيع أن نتصور أشياء كثيرة تحدث للعمال المهاجرين في قطر. أولاً، من ناحية بيئة العمل ومدتها التي تستغرق 12 ساعة يومياً في طقس حار جداً. العيش والمبيت مع 6 أو 8 أو 10 أشخاص في غرفة واحدة ضيقة، والعمل لمدة 6 أيام أسبوعياً، ثم قضاء ساعتين في الطريق ذهاباً وإياباً. لا يبقى شيء ذو قيمة للحياة الحقيقية. لكن هذه الظروف لا توجد في قطر
قطر فقط بل في بلدان خليجية ومناطق أخرى في العالم. علينا تغطية هذه المسألة صحفيا، لكن طبعا تلك البلدان لا تنظم بطولة كأس العالم حاليا. محمد مواطن مصري يدير مدرسة هنا، على عكس العمال غير المهرة ذوي الأجور الزهيدة، يسمح لأصحاب الدخل المرتفع بجلب زوجاتهم وأطفالهم إلى قطر. أنا سعيد جدا بكل المنتخبات التي ستأتي وبالمشجعين. أنتظر خاصة فريقي المفضلين وهما البرازيل وفرنسا. أحب البرازيل، إنه منتخب رائع. أنت تحب فينيسيوس، أليس كذلك؟ ما اسم فريقك المفضل؟ ما الذي تعنيه بالنسبة لك إقامة بطولة كأس العالم لأول مرة في بلد عربي؟ هي حدث مهم للغاية وأنا سعيد بذلك، وإن شاء الله ستحوله قطر إلى حدث رائع، ونحن العرب ندعم قطر. كرة القدم هي موضوع الحديث في الكورنيش أيضاً. إنه يوم الجمعة والعمال الشباب خاصة يخرجون للنزهة. فرق أمريكا اللاتينية تحظى بالاهتمام الأكبر لديهم. الأرجنتين منتخب قوي جداً، ميسي يلعب بشكل جيد جداً، أنا أحب ميسي. وفريقك المفضل؟ الأرجنتين. كلكم تشجعون الأرجنتين وأنت؟ البرازيل. في الساعة الخامسة مساءً تغيير في وردية العمل، بينما تدخل مجموعة منهم لبدء العمل تنتظر أخرى قدوم الحافلة التي ستنقلهم إلى مقرات سكنهم في أطراف الدوحة. خلال منافسات كأس العالم لن يكون الكثيرون منهم هنا. قطر ترغب بإرسالهم إلى أوطانهم لتوفير أماكن لمئات الآلاف من المشجعين. وهنا أيضاً لا أسمع انتقادات لقطر أو لظروف العمل، يصعب التمييز إن كان السبب القناعة أو القلق من فقدان فرصة العمل أو رخصة الإقامة. أما التعويضات التي كانت جهات عديدة طالبت بتقديمها لعوائل الذين ماتوا في مواقع بناء منشآت كأس العالم لن تصرفها قطر. بعد أن حل الغروب وانخفضت درجات الحرارة نسبياً، غادر القطريون منازلهم للتجوال في الأسواق. ترتدي النساء عباءات سوداء بينما يرتدي الرجال ملابس تقليدية بيضاء. في هذا الجزء من السوق تباع طيور وحيوانات أليفة أخرى، ورغم أنها حديثة البناء ومظهرها فقط يوحي بأنها قديمة، فإن الحياة العربية التقليدية حاضرة هنا. لكن عندما يتدفق مئات الآلاف من المشجعين الأجانب على المدينة، قد لا يأتي إلى هنا قطريون كثيرون، فليس الجميع سعداء بالحدث الرياضي الضخم والعادات الغربية التي سيجلبها المشجعون معهم. بحسب معايير الغرب لا تزال أشياء كثيرة في قطر سيئة، لكن وفق معايير الخليج فإن البعض ينظر لها على أنها نموذج للنجاح. يظهر تنظيم المونديال في بلد إسلامي للمرة الأولى كفاح البلدان الخليجية الغنية لإيجاد توازن بين التقاليد والحداثة وبين الاستبداد وحقوق الإنسان والرغبة في لعب دور مهم على المسرح الدولي. Thank you.